طبعا اول شيء نقعنا برغل ناعم مع مي بتغلي، بعدين فتحناه على بعضه، اضفنا دبس الفليفله ورب البندوره خلطناهم، اضفنا ما تبقى من المقادير مثل البقدونس والنعنع، الخيار، البندوره، دبس الرمان، الليمون والزيت والملح والفلفل، خلطناه مع بعضه. والان بدنا نسكب هالتبوله الطيبه جدا. التبوله التركيه بدنا كوب من البرغل الناعم، كوب ماء، ملعقتين رب البندوره، ملعقتين دبس الفليفله، نصف كوب خيار مقطع، بندوره مقطعه، وبدنا برغل مفروم ناعم، بصله، نعنع، ودبس رمان، عصير ليمون، وزيت زيتون، وانا جايب كمان رمان. واليوم مستخدم عصير ليمون اكيد من كارفور. اشوف الان حطينا طبعا البرغل هون، برغل ناعم منقوع في مي بتغلي تقريبا كوب بكوب، هي صار عندي برغل جاهز. تمام، الان بدي اضيف له رب البندور ودبس الفليفلي واخلطه منيح منيح. خلطنا البرغل هون مع دبس الفليفلة ورب البندورة، صار جاهز. الآن راح أضيف البندورة المفرومة والخيار مفروم مقطع. نعم 100% سيدي. بدنا نضيف هون كمان نعنع مفروم، بصل مفروم، بقدونس مفروم، وكمان رمان. يعني عليك على طول، الله، نضيف دبس رمان، دبس رمان، بنضيف ملح، يا عيني عليك يا ابو، زيتاته يا سلام عليك، ظلمنا، وعصير الليمون. بدك صحن؟ صحن ايش؟ بدك صحن؟ لمين بده صحن؟ اه؟ مين بده صحن؟ ما نصف دينار تسعيرة. وبنخلط هالتبولة التركية مع كل هالمكونات. تمام. يعني صراحة وجبة رئيسية كاملة متكاملة. اه انت حطيت من زيت زيتون تبع بزار؟ زيتاته طبعا. زيتاته؟ ها؟ تعال شم ريحة زيتاته، تعال. شوف لي هالتبولة ما اطيب ريحتها، شم. شو فتح النفس؟ يا عيني، يا سلام.